حمد علي العبيدي نقابي أمني بنقابة تقليم الأمن الوطني بتونس. بالنسبة لنا نحن كأمنيين نحب نوصل صوت للمواطن أنه راو الفترة دي مش فترة لعب، الفترة دي راي فترة صعيبة، وتأكدوا راي اللي هي صعيبة وخطورة على كل أي مواطن كيك سواء كبير ولا صغير. مش يقول راو صغير معناها أنا نمنع من الفيروس، والصغير زادة فهمني اللي قاعد يدور في الطريق العام وقاعد يمشي للمخزنات وقاعد يمشي للبوسطة وقاعد يمشي منعرفش. أنا شفت البارح في منوبة فهمني ولا معناها تقول عليه رمضان، معناها الاكتظاظ السوق وكل البوستات والواحد كذا تقول عليه معناها في رمضان، رجعنا في رمضان. يا ولادي راه وباء، وباء، رانا في حرب. الحرب العادية أنه معناها الخصم تشوفه، توا الخصم هذا فيروس ما تشوفوش، معناها هو اللي باش يغلبك، هو اللي باش يقضي عليك، فهمني. الحل الوحيد نتاعك انت انك تلزم دارك، فهمني. ما نعرفش انا نهارين ولا ثلاثه ايام باش تقعد في وسط الدار، تقعد في الدار ما تخرجش باش تموت، ها فهمني. استهتار بصراحه، وحسب ما نشوف انا معناها البارح حمله في منطقه الامن الوطني بتبربه معناها بارتنير، وال منعش هزين الكحولات معناها البير والموسيقى للفن الشعبي، ويحوسوا في البارتنير ما ولا حياه تريما تونيت، ما في بالهم عاد شيء، فهمني. لذا وبعد خطاب سيد رئيس الجمهوريه وكذلك الكلمه نتاع سيد وزير الداخليه، راهو بالنسبه لنا احنا سيد المواطن الكريم سنطبق القانون كما هو. انت مش خايف على روحك، نحن باش نخافوا عليك ونخافوا على تونس الكل بتطبيق القانون. رانا باش نطبقوا القانون، وكي نقول نطبقوا القانون، اي مواطن مخالف راهو معرض للسجن من 3 أشهر الى 2 سنين، وراهو مش مفدلك، راهو عندنا ايقافات ما يقارب 50 شخص حاليا. تم ايقاف 650 شخص حاليا تم ايداعهم في السجن. لذا سيد المواطن والوسيل ما تنسوش، راهو يبدا بسيارته ويحوس بعد التوقيت وكذا، بداعي اني يعني ماشي الفارماسي وبداعي انه باش نقضي. شنو باش نقضي؟ الدنيا كلها مسكره، شنو باش نقضي؟ فهمني؟ ولا خرجت نخدم شكون باش يخدم؟ خلف الامن والصحه ولا ما نعرف شنو انا والجيش الوطني، شكون باش يخدم؟ شنو باش يخدم في الليل؟ فهمني؟ لذا يزينا من هذا الكل. راهو بالنسبه انا باش نحضره، والتنبيه الاخير وراو اليوم بالنسبه لليوم راو اللي باش نوقفوه، رانا بالنسبه لنا احنا باش نطبق عليه القانون. راو اي انسان مخالف راو باش نطبق عليه القانون، مش كان في الطرقات الرئيسيه، راو الاجراءات اللي خليناها جديده في المناطق، في اللنهج، في المفترقات، في اي مكان رانا باش نكونوا متواجدين رفقه الجيش الوطني، وباش نطبقوا القانون كما هو، تخوفا من على سيد المواطن وتخوفا على تونس. كان انت عاد ما نعرفش، انا ما حبيتش تفهم التخوفات هذه. لذا تو نحن نفهموك بالضبط سيد المواطن الكريم، اللي تحب معناها تعمل على كيفك هذا اعملوا في بقعه اخرى ولا في الدار غاديك عندك. بالنسبه لنا احنا القانون باش نطبقوه في الطريق العام والبرة في الشارع، فهمتني ولا؟ واي انسان تخول له نفسه انه مش باش يحترم القانون الواحد، رانا بالنسبه لنا احنا جاهزين، نحن والجيش الوطني جاهزين انه باش ننفذوا عليه. حاجه بركه حبيت معناها التوصيه باش نوصي، يلزم يعاونونا زاد العائلات. شنو صغار السبعه نتاع العشيه والسته نتاع العشيه بعد الحضر يلعبوا في الكوره في الحوم وفي الواحد، فهمتش انا؟ قاعدين تبدلوا معناها، تشوفوا في الاذاعات الاخرى، تشوف في ايطاليا، تشوف في فرنسا، تشوف في الصين الناس الموتى في الكياسات، واحد هكا تحبوا صغاركم يروحوش ولا شنو؟ فهمني؟ مش تقول راهو معناها هو ما كحش ولا هو ما جاتوش سخانه معناها لاباس، ليه يا سيد؟ ليه يا سيد؟ المرض هذا راهو فجأة راهو يخرج فيروس هذايا تكون في البدن، تكون راكعه فجأة في ظرف 14 يوم من النهار الاول ولا تنجم تكون من النهار الاخر، فجأة تخرج معناها تعطي المفعول نتاعها. وقتها ساعتها وقتها تقول يا ليتني خليت ولدي خرج، ويا ليتني خليته حتى قدام الباب، ويا ليتني راني بعثته ما بعثتوش معناها باش يمشي يقضي ولا باش يعمل. لذا قبل ما نخلطوا للشيء هذايا، فهمتني ولا؟
انتم زاد راهو لازم تعاونونا الوالدين في المنزل، شدوا صغاركم شدوا صغاركم شدوا صغاركم، راهو الوباء كتير برشا، ونحن كامنيين هنا موجودين في النهار وفي الليل في النولي باش رفقة زملائنا في الجيش الوطني باش نطبقوا القانون، باش نطبقوا القانون. رانا بالنسبة لنا احنا مش ننظروا لحتى حالة اجتماعية، راهو باش نطبقوه كما هو، وكل واحد لازم يحترم روحه. ومفضلكم رانا في حرب حرب حرب، هذا راه وباء وباء. اقروا كاتلين ذا كان ما سمعتوش به، اقروا تتعرفوا ما هو الوباء، هو القتل، راهو الموت الموت الموت. بالنسبة للتعقيم للمناطق والمراكز، حبيت طولا الساعة نشكر السيد الوالية وليد منوبة والسيد الكاتب العام والمعتمد دول ورئيس البلدية اللي قايمين بواجبهم للأمانة، أنه المراكز الأمنية للأمن الوطني كشرطة وحرس تم تعقيمهم نهار بعد نهار. وبالنسبة لنا احنا فهمتوا الله معناها باش نحافظوا حتى على قدوم المواطن إلينا، معناها نخافوا من نحن نخافوا من العدوى، ونخافوا زادة العدوى للمواطن اللي جاي مثلا تقدم بشكوى ولا عنده خدمات باش نخدموه في المقر الأمني. ونتمنى أنه معناها فهمتوا الله معناها باش يكملوا يوفرونا، خاطر ثم 60% وفرونا من المعدات تاع الحماية. الرجاء اتصلنا بسيد مدير عام الشؤون الاجتماعية بوزارة الداخلية دكتور غطاس، وعد أنه في الأيام القليلة القادمة أنه باش يوفر لبقية المجموعة الأخرى الأمنية سواء معناها شرطة وحرس فهمتوا الله معناها معدات تكون وقاية للمرض هذا الفيروس. نتمنى انه باش يسعوا باش زادا نامنوا معناها اطاراتنا وعواننا ونواصلوا المهام نتاعنا هذيا، ونحن متجندين كما تشوفوا زملائنا الكل كما تشوفوا على عين المكان، الجيش الوطني زادا كيف معنا فهمتوا الله، وان شاء الله ربي يوفقنا معناها باش نخدموا تونس ونتعدوا المرحله هذيا الصعيبه. والمرحله هذيا راهو التوقي نتاعها كان الزام الدار والناس الكل مع بعضنا اليد في اليد، راهو يد واحده ما تنجمش تخطي حتى شيء.